المهاجرين الذين لا يعرفون الثقافة العربية القديمة. تحية طبعا لكل ما نسميه بالأدب العربي الأمريكي، ولكن هناك أيضا جذور العربية التي سبقت كل هذا، وأعتقد أنه لا يوجد اهتمام كبير منها خاصة في الترجمة. سأتكلم عن يعني لن أطيل عليكم، لكن سأتكلم عن شقين. الشق الأول هو الترجمة نفسها وبعض مشكلاتها وبعض ما يتعلق بالأخطاء الشائعة في الترجمة، ولماذا هذه الأخطاء أحيانا يكون لها مدلول ثقافي وأحيانا يكون لها مدلول سياسي أيضا. والشق الثاني سيكون عن مراحل الشعر المختلفة ودور الشاعرات منذ العصر الذي نقول عنه الجاهلي أو ما قبل الإسلام حتى العصر الأندلسي، مرورا بالعصر الأموي والعباسي، وهو ما يتناوله الكتاب. أول شيء، الترجمات التي تمت لشعرات العرب كما قلت هي قليلة جدا، وبعضها بدأ في فترة، وأعتقد أتمنى أن يكون هذا موضوع لحديث آخر في يوم ما، بعضها بدأ في فترة أحيانا نشير إليه بأنها فترة المستشرقين أو الاستشراق، وهي تعتمد على باحثين وكتاب من بريطانيا وفرنسا تحديدا، قاموا بزيارة الدول العربية واهتموا بالثقافة العربية وأصابهم ولع بالثقافة العربية وبدأوا بترجمتها. وبدأت الترجمة مع ترجمة خاصة ألف ليلة وليلة أو قصص ألف ليلة وليلة. بدأ الاهتمام ببعض الشاعرات، هنا ظهرت بعض مشكلات الترجمة، فكان المترجم يهتم بإيصال صورة نمطية معينة يخترقها هو عن الحضارة العربية، وكانت المرأة جزء أساسي من هذه الصورة النمطية، وهي نفس الصورة التي نجدها في هوليود، في هوليود نفس صورة علاء الدين وياسمينة، ابنتي اسمها ياسمينة، لذلك أنا أقرأ هذه الصورة لأن ياسمينة ابنتي ليست مثل هذا. فكرة الفتاة الضعيفة أو الفتاة التي تحتاج إلى المنقذ أو الفتاة التي ترقص رقص ترقص أمام الخليفة أو الملك، فكرة الجواري، وللآن كلمة جارية التي يتم ترجمتها حين ترجمة الشعر إلى اللغة الإنجليزية على أنها من العبيد، كلمة جارية كانت تستخدم كثيرا في هذه الفترة بمعنى امرأة. فنجد هارون الرشيد يتكلم عن أخته، عن أخته بكلمة جارية، وهي أخت هارون الرشيد. هارون الرشيد كانت أخته وأمه من الشاعرات، فكيف يكون هناك قمع للفن والخليفة يسمح للنساء في أسرته بكتابة الشعر وبعزف الموسيقى؟ والكثير من هذا الشعر كان شعر الغزل أيضا. نعود إلى موضوع الترجمة. الترجمة أحيانا كان يتم تحريف المضمون الأصلي باختيار بعض الكلمات أو بعض الألفاظ أو الصور البلاغية لترسم صورة للمرأة العربية على أنها فيما تعرف عليه بعد ذلك فكرة الحرم، أنها من الحريم، أنها المرأة الغانية أو أنها المرأة الضعيفة أو المستكينة أو أنها أداة للمتعة أو أنها بدوية تعيش في الصحراء وبالتالي لا تعرف أي شيء عن الحضارة. لا أريد أن أدخل في بعض الاصطلاحات الكثيرة، بس هناك اصطلاح أو اثنين أعتقد أنا من الأفضل أن أحاول أن أفسرهما. أحدهما يلجأ إليه المترجم، الأول اسمه الاغتراب أو التغريب alienation، والثاني اسمه وهو مصطلح مختلف تماما وهو التقريب أو التأليف familiarization، إن شيء يصبح مألوف إليك. فأحيانا لا يجد المترجم مقابل لللفظ الذي يريد أن يترجمه، فيبحث عن لفظ آخر يقربه، وقد يكون هذا اللفظ الآخر بعيد تماما عن النص الأصلي، وأحيانا ييأس من إيجاد هذا اللفظ فيلجأ إلى مثلا الترجمة الصوتية transliteration، فأن يترجم مثل ترجمة الأسماء، اسمي له معنى باللغة الإنجليزية ولكن لأن اسمي الإنجليزية ولكن لأن اسمي
اسم خاص بي أنا وليس مقصود به معنى كلمة وسام، ولا يترجم إلى مثلا ميدل مثلا، يترجم إلى وسام ويكتب ب WI أو WESSM وهكذا. هذا الأسلوب في الترجمة أحيانا يكون مجحف، وأحيانا يتم استخدامه سياسيا بشكل سيء. سأذكر مثال سريع من العصر الحديث. مثلا نرى في الصحف الأجنبية وخاصة الإخبارية The Intifada Rises Again. كلمة انتفاضة لها معنى. لماذا يتم اختيار انتفاضة باللغة الإنجليزية بعنوان كبير INTIFADA؟ لماذا يتم ترجمتها كأنها اسم؟ هذا نوع من الاغتراب، تضع مسافة بينك وبين القارئ. فحين أذكر الكلمة بلغة أجنبية ولكن بحروف لاتينية، القارئ الذي يقرأها باللغة الإنجليزية لن يكون لها نفس الصدى في داخله، مثلما لو ترجمت كلمة انتفاضة uprising ولها كلمة باللغة الإنجليزية، لماذا أختار ترجمتها انتفاضة؟ وتجدها بقاموس أكسفورد وكل القواميس ميريام ويبستر تحت حرف INTIFADA. لماذا لا تترجمها كانتفاضة uprising؟ لماذا نحتاج الكلمة العربية بحروف إنجليزية أو بحروف لاتينية؟ هذا نوع من الاغتراب، وطبعا له تأثير سيكولوجي أو تأثير نفسي على القارئ، لأنه تظل هذه الكلمة دائما كلمة غريبة غير مألوفة. الكلمات لها صدى، والكلمات لها استدعاء، تستدعي مشاعر معينة. فحين أقول باللغة العربية كلمة انتفاضة أو ثورة، وكنا نتكلم عن الثورات في بلادنا الله يحفظها جميعا، ستستدعي أفكار معينة عن أن هناك شخص يمر بي، أو هناك دولة أو بلد تمر بي نوع من الظلم والقمع وتحاول أن تنتفض لرد هذا الظلم. لو قلت كلمة uprising باللغة الإنجليزية لمواطن أجنبي سيشعر بنفس الشيء، سيفكر في أن لابد أن من عندهم uprising يمرون بنوع من القمع إلى آخره. لكن لو قلت كلمة غير مفهومة سيفهمها كما تقول له الجريدة أو الصحيفة. نفس الشيء حصل مع الشاعرات. سأبدأ بشاعرة من العصر الأموي، وهي من أكثر الشاعرات اللواتي تم ترجمتهن بالإضافة إلى الخنساء مثلا. اسمها ميسون بنت بحدل، وفي بعض القراءات بنت بهدل. ويقال أن ميسون هذه كانت الزوجة الأولى لمعاوية للخليفة الأموي، وكتبت قصيدة هجاء تهجو فيها الخليفة. وهذا في حد ذاته أمر مهم، لأنها يوضح مدى الحرية التي كانت عند امرأة مثل زوجة الخليفة أن تتمكن من هجائه. والقصيدة موجودة حتى الآن، لم يتم منعها ولم يتم قتل أو قطع رقبة ميسون لأنها تجرأت على الخليفة. تحول الأمر إلى خلاف بين زوجة وزوج، انفصلت عنه ورحلت عن سوريا في ذلك الوقت. هذه الصورة يتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية بشكل مخالف تماما. يتم وصفها بأنها شخصية همجية، وأنها كانت خائفة من الخليفة، وأنها كانت لا تستطيع الحياة في البلاط الملكي لأنها فقيرة. هي لا تتكلم عن ذلك، قصيدتها تتكلم بشكل واضح أنها سئمت دسائس البلاط وسئمت حياة البلاط، لأنها تريد الحياة البسيطة العفوية التي نشأت عليها في بيت والديها. ودائما القصيدة الترجمة توضح أنها تتحدث عن مثلا الخيام. هي باللغة العربية تقول بيت، لا تقول خيم، يتم ترجمتها إلى الإنجليزية تنت. وبالتالي طبعا هذا يوضح الصورة أو يكمل الصورة النمطية عنها أنها تعيش في خيام. هي قالت هاوس، قالت أهوم، قال باللغة العربية بيت، لماذا أترجمها إلى خيمة؟ تصف ملابسها، تقول ملابسي هذه أفضل من الحرير والملابس الفخمة التي أرتديها في، أفضل أحب إلى قلبي من الملابس التي أرتديها عند الخليفة. قاموا بترجمت كلمة ملابسها على أنها ملابسي الصوفية الخشنة. هي لم تقل صوفية أو خشنة. كل الوصف يوضح أنها شخصية فظة وشخصية جافة، في حين أنا عكس ذلك تماما. قصيدتها توضح أنها تفضل حرية الحياة في الريف أو البيداء أو المدينة بعيدا عن السياسة. الأمر لا علاقة له بالفظاظة،
ولا علاقة له بشيء سوى أنها سئمت حياة البلاط. وهذا نفس الشيء الذي قد تشعر به الأميرة ديانا مثلا أو زوجة. لماذا يتم تصوير أميرة مثل الأميرة ديانا على أنها شخصية رومانسية وشخصية ملائكية، أنها ترفض حياة البلاط، ولكن حين نترجم ميسون بنت بحتة يتم تصويرها على أنها شخصية همجية وأنها ترتعد من الملك، في حين أنها نفس الشيء هي امرأة شعر بأن لا نعرف أسباب زواجها، بس قصيدتها توضح أنها سائمت حياة البلاط بكل ما فيها من مكائد ودسائس. سأقرأ جزء من القصيدة لأني لا أريد إطالة وقت قراءة القصائد لأتحدث أكثر عن الموضوع نفسه. تقول: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الشفوف الملابس الشفافة، المقصود بها الملابس المرفهة الحريرية ترفل فيها. تمام. كثيرة في كسر بيتي، ترجمة كثيرة تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية معنى أنها she's broken، أنها منكسرة. كثيرة تقصد بها كسرة خبز. كثيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف. هذه كسرة الخبز، وليست كثيرة بأنها منكسرة ومحطمة وتحتاج إلى منقذ. يتتحدث عن أنني أفضل أكل الطعام في بيت أبي عن أكل الطعام في بيت في قصر زوجي. لا تحب زوجها، هذا هي اللي يعني. وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف. أيضا تم ترجمة هذه الجزئية على أنها تعيش في مكان بعيد، في مكان نائي. لا، هي تتكلم عن أنني أفضل صوت الطبيعة، صوت الرياح، على صوت الدفوف، الدفوف التي الحفلات الصاخبة الدائمة في قصر الخليفة، أي خليفة أو أي ملك. الدفوف هي صوت الصخب اليومي في البلاط، هي لا تحب ذلك. وبكر يتبع الأذعان صعب أحب إلي من بعل زفوف. البعل الزفوف هو زوجها. وفي قول آخر بغل.